كلها من العائلة البقولية. هذه هي اللوبيا، وهذه الزهرة، زهرة اللوبيا، وهذه الثمرة، القرن الأخضر الرائع. هذه الزهرة يتم التلقيح ثم الإخصاب ثم تتكون الثمرة وهي القرون الخضراء. هذه نباتات اللوبيا من الخضروات الصيفية الرائعة. طبعا هي اللوبيا من نباتات العائلة البقولية، جذورها عليها عقد بكتيرية بتثبت الأزوت الجوي بالتربة، بتفيد الأرض الزراعية. واللوبيا من الأكلات المحببة جدا لنا نحن المصريون. هذه اللوبيا الخضراء، أو هذه الثمرة، أو قرون اللوبيا الخضراء. عن اللوبيا الخضراء، عن أزهارها، عن هذه الثمار أو القرون الخضراء الرائعة. هذا ما لدينا، نشكركم ونشكر حسن المتابعة، وإن أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة لدعمنا ولكي نستمر. شكرا لحضراتكم.